السلام عليكم انا غزلان من فنيدق من حومه الواد هاد هاد اليومين هادي جات المساعده هنا لحومه الواد في فنيدق رجلي خرج من حدا الباب باش يتاوي دي يستفد. باش تاع بحال المواطنين كاملين الحاله ضعيفه تا هو يستافد يعني في حروف بحال الناس كاملين انا عندي اربع بعد الوليدات اربع العواول هو صافي ما عندوشي هو مشى مقفل الباب باش يستافد في حالو الناس كاملين المهم قفل الباب جات السلطات وقفوا عليه قالوا زعما ادخل في حالك جا هو جا المهم قالوا ادخل في حالك جا هو خاف وخاف في حاله دخل في حاله للدار صافي واحد شويه ضلوا شبره داوا اعتقلوه بحال اللي اعتقلوا شي واحد بالقطينات دابا انا ما عرفتش والصبط ما عندوش حتى صبط في رجلو دابا ما عرفتش واش فين هو دابا 3 ايام ثلاث ايام هو غاب غدا كيقولوا <applause> لنا غدا بعده بعدو غايجيبوه دابا ما عرفتش انا شنو واقع انا عندي عباد العباد ما عنديش شكون يصرف عليهم هو اللي كيقوم بيهم ودابا انا ما عرفتش شنو غادي نعمل اللي كنطلب انا عندي بعد لعب الوليدات ودابا العواشر داخله الله يرحم والديهم يا راه عولي هاد الوليدات هادو ما عنديش شكون يخدم لي عليهم راه الا بقى لمشى لي هو راه انا عمقه بالجوع انا عندي انا ما عندي لا فين نخدم ولا فين نمشي دابا كورونا. كورونا ما كورونا ما عنديش يعني واخا باغي نخدم ما عندي فين نخدم وانا لما ما كانش هو راه انا غنضيع انا ما عندي لا حبيبي والله يرحم يعني فهاد الساعه هادي كورونا يعني انا هاد العول هادو عيبقاو لي محجورين بالجوع حيت السيد ما عمل حتى شي حاجه ما آدى ما ضرب ما تا شي حاجة عين شي باش يعطي واحد القفة هما يحنوا على هذا الواول وعلينا أنا هاد بنيت برواه لي خرجنا من الباب قلت له خرجنا من الباب هوازن بالمعاونة من خرج الباب في سنت هوز من فوق السلطة هوزت من فوق حوما الواد قالوا له واش كتعمل هنا قال لهم واقف كنتسنى حائط القفة قالوا له في حالك قال لهم عطوني حائط القفة قال لهم ما هو جا يدخل داخل وما تبعوه للدار ودخلوا من وراه وشبروا ايوا ما عرفتي هنا هو كيخدم عليا وانا مريطه وعندو اربع ديال العيال والمراه ودابا ما عرفنا شي وعملوا لقطينا في يدهم بتقول مسكين خدام عاف الويدان إذا ما خدمتي في الويدان ما عنده ما ياكل صافي هادشي اللي كاين انا الله يرحم الوالدين ديالكم كنطلبكم طلبوا لي بني بني رمضان باب رمضان والعواشر وبني شبروه ما عرفت علاش شبروه